الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ويؤكد سعي مصر لكي تتحول لمركز للطاقة في المنطقة. وخلال استقباله رئيسي أباتشي الأمريكية وبيبي البريطانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد تطلع مصر لتعزيز أنشطة الشركتين سعيا لزيادة الاستكشافات. ريد بول يقدم تقريرا للبرلمان حول برنامج الحكومة خلال 3 سنوات ويشيد بالتعاون والتنسيق التام بين مجلس الوزراء والبرلمان. 6 مساء في القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أنفقت حوالي 400 مليار دولار لتطوير مشروعات البنية التحتية خلال السنوات 7 الماضية. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 أنه لكي تتحول مصر لمركز أو محطة للطاقة، كان لازما أن تكون شبكة الكهرباء والتوزيع قادرة على استيعاب النقل لدول مثل ليبيا والسودان والأردن. إحنا في مصر لما كلمنا خلال 7 سنوات اللي فاتوا دول قمنا بمشروعات للبنية الأساسية اتكلفت 400 مليار دولار. وحياة كريمة اللي ذكرت دلوقتي سواء من الدكتور طارق أو من الدكتورة أماني، ده بتكلفنا 40 مليار دولار عشان نقدر نقول إن إحنا بنضع نفسينا في مجال مناسب. عايز تقارن دولة زي، من غير ما أجيب أسماء، حاجة قارن دولة زي مصر عشان أنا أقدر أكون يعني محطة أو مركز للطاقة، طاقة الكهرباء على سبيل المثال، كان لابد أن يكون شبكة الكهرباء في مصر وشبكة النقل بتاعتها والتحكم فيها والإنتاج قادرة على استيعاب النقل لينا، لدولة زي ليبيا، لدولة زي السودان، لدولة زي إسرائيل، لدولة زي الأردن، لدولة زي السعودية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدول الأفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة الجديدة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار، وشدد الرئيس على ضرورة دعم أفريقيا اقتصاديا وإتاحة الفرصة لتحولها إلى قارة غنية عبر الاستفادة من مواردها المتاحة. أكثر من 50 دولة أفريقية تفتكر أن هي جاهزة لتنفيذ التزامات الطاقة الجديدة خلال 20-30 سنة القادمة؟ ده أرجو تتابعوا عدم الاستقرار اللي موجود في قارتنا وحالة وتنامي الإرهاب والتطرف اللي موجود في قارتنا. ده ناجم عن إيه؟ ده ناجم عن قدرات محدودة. ده محتاج مننا إن إحنا ننظر لإفريقيا مش فقط من إحنا نعطي فترة انتقالية أكبر للقارة الإفريقية، لا، احنا المفروض ان احنا، بقول تاني، لاسباب اخلاقيه وانسانيه واقتصاديه. حد يقول اقتصاديه انك انت تدعم تقوي قدره القاره الافريقيه؟ اقول لك ايوه، انت هتحول سوق افريقي في مليار ويبقى خلال 20-30 سنة القادمين حاصل الى 1.5 مليار من اكبر القارات في هتبقى من اكبر القارات اللي فيها نسبه السكان بعد اسيا. انت هتحولهم الى سوق غني يقدر يشتري منتجات العالم الصناعي اللي موجود دلوقتي. احنا سوق صحيح بس سوقنا مش غني، لان احنا قدراتنا كدول قدرات متواضعة. فانا النهاردة لو انا جيت كشركات بترول، هو البترول والغاز يساوي ايه؟ يساوي المال. طب انت بتحرمني من المال المتاح ليا دلوقتي في ارضي بعد انت يا يعني ما خدت الكلام ده على مدار 50-60-70 سنة اللي فاتوا وتغنيت انت وانا زي ما انا. أبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلعه بأن يخرج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر عقده في شرم الشيخ نهاية العام الجاري بقرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يتحمل الأفارقة نتائج الظروف التي مروا بها مرة أخرى. كما لفت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن المواطن المصري تجاوب مع خطط الإصلاح الاقتصادي عندما لمس جدية من الدولة في تنفيذ الإصلاحات.
عشان نتكلم على افريقيا فيما يخص مؤتمر المناخ القادم. انت سالت سؤال مهم قوي في الاخر، قلت انت بتتوقع او تتمنى المؤتمر يخرج بايه؟ فهو قال انا بضيف بقول قرارات موضوعيه متوازنه وعادله، حتى لا يدفع الافارقه مرتين فاتوره الظروف اللي مروا بيها. ما ينفعش البنيه الاساسيه للقاره الافريقيه عشان تتعمل، وانا هنا بتكلم عن تجربه مصريه خالصه خلال السبع سنين اللي فاتوا، عشان توصل لحاله الرضا اللي تديها للمواطن في مصر. انا بتكلم صرفنا ما يقرب من 400 مليار دولار. بالمناسبه في اي وقت من الاوقات كنا بنحاول نعمل اصلاح اقتصادي حقيقي كان المواطن المصري ما عندوش استعداد يتجاوب معانا، لكن لما وجد النتائج والاثار بتاعه البنيه اللي انا بتكلم عليها دي تحمل اثار اقتصاديه صعبه. أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه عند بدء جائحة كورونا تم التعامل معها بشكل علمي لتكون مصر من الدول القليلة في العالم التي حققت نموا إيجابيا في هذه الظروف. وأشار الرئيس السيسي أن العمل لم يتوقف مع اتخاذ إجراءات احترازية وفق معايير منظمة الصحة العالمية. إحنا لما جت الجائحة العالم كله تصور نهاية الدنيا، إحنا ما تصورناش أنها نهاية الدنيا، لأن إحنا عارفين أن الدنيا مش هتنتهي بالطريقة دي، وعارفين ان قدرات الانسان العلمية، هذا العقل الجبار اللي ربنا وهبه للانسان دونا عن المخلوقات كلها، قادر على التغلب على اي امر موجود فيه. وتعاملنا عشان كده، ويمكن احنا من الدول القليلة في العالم اللي حققت نمو اقتصادي ايجابي في الظروف اللي احنا فيها. لم نتوقف، اخذنا اجراءات احترازية وتعاملنا مع الجائحة بالمعايير اللي منظمة الصحة العالمية شرحتها لنا وتحركنا فيها، لكن لم نتوقف لحظة عن العمل. ما كانش فيه جديد، يعني قبل جائحة زي بعد جائحة بالنسبة لنا. هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة وزارية حوارية حول وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة بأفريقيا وجهود مكافحة تغير المناخ بالقارة استعدادا لقمة المناخ كوب 27. وأدار الجلسة الوزارية الحوارية جون ديفتريوس المذيعة بقناة CNN، وذلك بمشاركة كل من وزير المناجم والمحروقات بجمهورية غينيا الاستوائية، ووزير الدولة للموارد البترولية بنيجيريا، ومفوض البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوض وضعية الاتحاد الأفريقي، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر وترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك مع شركة بريتش بتروليوم BP نظرا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم برنارد لوني، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة بي بي، والتي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية. ووجه الرئيس السيسي بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة البريطانية وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها بهدف الاستثمار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر، والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لجون كريستيمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تطرق لتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر، سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول، ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول. دكتور ياسر، يعني مصر لديها خبرات كبيرة في مجال الصناعة البترولية وكذلك صناعات البتروكيماويات، لكن برأيك إلى أي مدى يسهم ذلك في تحقيق الاستفادة لبقية دول القارة الأفريقية؟ طبعا مصر إنها بتستضيف مؤتمر من أكبر المؤتمرات البترولية، بتجمع فيه دول العالم، مش بس الدول العربية ولكن الدول الأجنبية. أكيد بنشوف مع بعض إزاي التحديات اللي موجودة في قطاع البترول، وإزاي بقى إن مصر بتستهدف في استراتيجية للهيدروجين الأخضر، إزاي الاستفادة من تعظيم القيمة المضافة من صناعة البتروكيماويات، وكل ده شايفينه في خطط موجودة على أرض الواقع من خلال وزارة البترول. فإحنا بنحيي وزارة البترول النهاردة، وبنحيي فخامة الرئيس السيسي باهتمامه بحضور هذا المؤتمر وتشريفه لهذا الحدث الكبير. يعني هذا المؤتمر بيجعل مصر نافذة للطاقة كما ذكر وزير البترول، إلى أي مدى ترى تحقيق ذلك على أرض الواقع؟ طبعا احنا مصر دلوقتي كلنا بنبص ان هي هتنظم مؤتمر كبير اللي هو كوب 7، اللي هو في ان شاء الله هيبقى 20 كوب 27 اللي هو في شرم الشيخ في نوفمبر القادم. فزي ما قال معالي وزير البترول ان احنا بقى بيعملوا رؤيه افريقيه عشان يبقى صوت الدول الافريقيه والدول العربيه بيوصل، وازاي زي فخامه رئيس السيسي قال لنا يا جماعه لازم تشوف يدي مهله علشان عمليه التحول الى الطاقه النظيفه. احنا مطالبين ان احنا نروح للطاقه النظيفه، بس محتاجين فتره انتقاليه اطول عشان نقدر نعمل عمليه التحول التدريجي، بلاش التحول السريع من استخدام البترول والغاز الى استخدام الطاقه النظيفه. وده اللي احنا بنحاول ندرسه مع بعض بقى العلماء مع قطاع الصناعه، ازاي هذا التحدي يبقى مصر تواجهه بكل بتتسلح بالعلم والبحث العلمي. نعم، يعني كان هناك جلسات حوارية متعددة خلال هذا المؤتمر، أهمية هذه الجلسات والحضور الدولي بها؟ طبعا مهم جدا الحوار، لأن الحوار هو ده اللي بيؤدي إلى حل التحديات اللي موجودة. أنا شايف إن هو معظم الدول الأجنبية ممثلة في هذا، ويمكن شفنا في الجزء الأولاني خالص إزاي كان أفريقيا، ازاي الطاقه في افريقيا. مهم جدا ان احنا نعرف التحديات اللي موجوده، واحنا يمكن انا لسه قبل ما اجي احنا برضه معهد بحوث البترول ثاني مره بيشترك في معرض في مؤتمر ايجيبس، فكنا بنشوف ازاي برضه نتعاون مع الدول الشقيقه، وكان في احد الباحثين من العراق من دوله العراق الشقيقه، ازاي بقى نتعاون. فرصه نافذه لينا ان احنا نتعاون مع الاشقاء العرب، فالندوات هنا بتعرف بعضنا ببعض، امكانيات مصر ازاي نستخدمها وازاي تستفيد منها الدول العربيه الشقيقه. هو ده الهدف الرئيسي من المؤتمرات، التعرف على التحديات والعمل على حلها من خلال البحث العلمي.
نعم دكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن مؤتمر ومعرض إيجيبس للبترول أصبح نافذة لصناعة البترول والغاز لمصر وشمال أفريقيا وشرق المتوسط، حيث أصبح خلال السنوات القليلة الماضية قبلة وتاريخا مهما على الأجندة الدولية للطاقة. واستعرض الملا في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول أبرز الإنجازات لقطاع البترول خلال العامين الماضيين. يعد من أبرز الإنجازات خلال العامين الماضيين 2020 و2021 ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2021 بنسبة 85% لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار، تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بدءا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام 2021 حوالي 2.9 مليار دولار. نجح قطاع البترول في توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل إلى 8.1 مليار دولار، وتمكننا من جذب عدد من الشركات البترولية العالمية الكبرى لأول مرة في مجال البحث والاستكشاف. استمرت معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا للعام الثالث على التوالي بالرغم من الجائحة، حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعي حاليا أكثر من 13 مليون وحدة وتصل إلى 13.5 مليون وحدة في يونيو القادم. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي توقيع بروتوكول تعاون في مجال تدريب العمالة وتبادل الخبرات فيما يخص تسويق المنتجات البترولية وخلط الزيوت وآليات التسويق. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول إيجيبس 2022. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إسناد 4 رخص لنشاط تموين السفن بالوقود لثلاث شركات في موانئ البحرين المتوسط والأحمر. وأكد الملا على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي الخامس للبترول إيجيبس 2022 أن منح هذه الرخص يأتي في إطار التوجه نحو تحويل مصر لمركز إقليمي للتجارة وتداول الطاقة، وسعيا لتصبح مركزا رائدا في مجال تموين السفن بالوقود في ضوء الإمكانات الواعدة التي تدعم ذلك. أكد رئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن مؤتمر إيجيبس 2022 يعقد في لحظة فارقة لمصر وأفريقيا والعالم أجمع فيما يتعلق بملفي الطاقة وتغير المناخ. وأشاد رئيس وكالة الطاقة الدولية خلال كلمته بمؤتمر إيجيبس 2022 بما حققته مصر على مدى السنوات الماضية باعتباره أمر ملفت ومبهر. كذلك لفت بيرول إلى أن اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ مسؤولية كبيرة هي أهل لها. كذلك أعرب رئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية عن تطلعه لانضمام مصر للوكالة الدولية للطاقة كعضو مشارك. وللمزيد من التفاصيل عن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس في دورة الخامسة ترصدها لنا مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم. نعم بعد التحية نتابع معكم فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول والذي تم افتتاحه صباح اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي شاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات الدولة في قطاع البترول، وأكد في عدد من التصريحات أن مصر كانت من الدول القليلة التي شهدت نموا إيجابيا في ظل جائحة كورونا، وأكد أيضا أن الدولة قامت بصرف ما يقارب من 400 مليار دولار في تطوير البنية التحتية. أكد أيضا الرئيس في عدد من التصريحات صباح اليوم أن أفريقيا ما زالت تعاني بعض المشاكل في جذب الاستثمارات بسبب الصراعات وعدم الاستقرار، وأكد أيضا أنه هناك ما يقارب من 400 ألف مواطن يموتون يعني بسبب استخدام مصادر أولية للإشعال، وأن أفريقيا تحتاج إلى مزيد من التعاون بين مختلف الأطراف في قطاع
قطاع البترول الذي تحقق فيه مصر نموا إيجابيا إلى جانب مختلف القطاعات. فيعني الأرقام تتحدث أنه زادت صادرات الدولة من البترول ووصلت إلى 13 مليار دولار في عام 2021. وهو أيضا ما أكد وزير البترول طارق الملا في حديثه أنه هناك نمو إيجابي في قطاع البترول في مصر، وأن صناعة البترول ومجال البترول بيحتاج إلى توطين استخدام التكنولوجيا، ونحتاج إلى وجود مبادرات عابرة للقارة للتكاتف والتعاون بين مختلف الأطراف في مجال الطاقة والبترول. إذا تحدثنا بالأرقام عن معرض ومؤتمر اليوم، وهي الدورة الخامسة والتي بدأت منذ اليوم وتستمر حتى 16 فبراير الجاري، هذه الدورة جاءت بمشاركة واسعة لعدد من الوزراء، نتحدث عن ما يقارب من 11 وزيرا من مختلف الدول ومن عدة دول في العالم شاركوا في الجلسة الافتتاحية إلى جانب عدد من الجلسات الحوارية. أيضا من المنتظر أن يجذب المعرض والمؤتمر هذا العام في دورته الخامسة نحو 26 ألف مشارك من عدة دول حول العالم، وما يقارب من 25 شركة بترول عالمية ومحلية، وما 260 متحدثا يشاركون فيما يقارب من 70 جلسة حوارية تتعلق بالبترول إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى. أيضا بالنسبة للمعرض الذي يقام بالتوازي مع مؤتمر، فيقام بمشاركة أكثر من 400 مشارك إلى جانب 7 أجنحة لدول مشاركة في هذا المعرض. إذا تحدثنا عن الموضوعات التي يناقشها المؤتمر، فهو يتطرق للحديث عن وقود الهيدروجين والمناخ والغاز المضغوط، إلى جانب عدد من الجلسات التي تتحدث عن تمكين المرأة في مجال الطاقة، وأيضا برامج لتدريب الشباب، كما أيضا يمنح المؤتمر جوائز للأبحاث والابتكارات المتميزة في قطاع البترول والغاز. تأتي أهمية يعني هذا المؤتمر أيضا مع اقتراب استضافة مصر لقمة المناخ التي ستقام في شرم الشيخ، مما يدعو إلى أهمية وجود يعني حالة من التكاتف لمختلف الأطراف من أجل إنجاح هذه القمة، وخاصة أن مصر ستمثل القارة الأفريقية بشكل عام. أيضا بيسعى هذا المؤتمر إلى جانب المعرض إلى جذب المزيد من الاستثمارات والمشاركات الدولية لتحقيق أقصى استفادة لمصر عن طريق التعريف بالإصلاحات التي تتم في هذا المجال. فهذا المؤتمر بيعد بوابة السوق المصرية، والذي يعتبر أحد أكثر الأسواق الواعدة في قطاع الطاقة والبترول، كما أنه يعد الحدث الأبرز في منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للقاءات المباشرة يعني الذين يقودون تطوير هذا القطاع الحيوي. أعود إليكم مرة أخرى. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة، ويعقد المؤتمر بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية. ويعد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحا مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة كما تفقد سيادته المعرض المقام بهذه المناسبة.
أهلا بحضرتك فخامة الرئيس في معرض إيجيبس في نسخته الخامسة، وأهلا بحضرتك في الجناح الخاص بوزارة البترول والثروة المعدنية اللي بنستعرض فيه أهم قصص النجاح اللي حصلت في الوزارة، واللي من ضمنها مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول في العاصمة الإدارية من سنتين، وفي نفس المكان زمايلي عرضوا على حضرتك ملامح برنامج التأهيل اللي بيتم لشباب القطاع. ساعتها كانوا لسه في بداية التجربة، دلوقتي حابين نشارك مع حضرتك بعض الخبرات اللي مرينا بيها والتجارب اللي اكتسبناها. صراحة البرنامج كله غير مفهومنا عن منظومة الطاقة، وخلانا نفكر ازاي نقدر نعزز دور وزارة البترول في تحقيق التوازن بين الاستدامة وتلبية احتياجات الطاقة. اللي احنا تعلمناه جات لنا الفرصة نطبقه على أرض الواقع من خلال زيادة اعتماد شركاتنا علينا وثقتهم فينا في قدرتنا على القيادة واتخاذ القرار، وكمان من خلال مشاركتنا كشباب في منتزه غاز شرق المتوسط. برحب بحضرتك مرة تانية، أنا محمد حازم شركة MP. تكملة على كلام عبير، منتدى غاز شرق المتوسط والانطلاق كان نتيجة مباشرة للجهود والمبادرات المصرية للاستفادة من الموارد الموجودة في المنطقة. ده أدى لتأسيس المنتدى واختيار القاهرة كمقر لي، واللي بالنسبة لينا كشباب كان مصدر فخر كبير وتأكيد على مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. وجود المقر في القاهرة إدانا الفرصة كشباب إن احنا نكون من ضمن مجموعات عمل من دول مختلفة لدراسة إزاي نقدر نستفيد من البنية الأساسية الموجودة في دول المنتدى، وكمان المشاركة في وضع استراتيجية عمل طويلة الأجل، واللي من أهم أجزائها التركيز على موضوعات زي تحول الطاقة، الحد من الانبعاثات، واستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف. دي من أهم الموضوعات اللي إيجيبس هيركز عليها السنة دي للاستفادة من الخبرات العالمية اللي موجودة معنا، وكمان تمهيد لاستضافة مصر لقمة المناخ العالمية السنة دي إن شاء الله من شرم الشيخ. اخر حاجه نحب نشاركها مع حضرتك ان احنا فخورين بالثقه والدعم اللي احنا اخذناهم، ومسيره التدريب مكمله في الدفعه الثانيه من البرنامج، واللي هي استمراريه لتوجيهات حضرتك باستخدام طاقتنا كشباب. نتمنى نكون عند حسن الظن. بنشكر حضرتك على تشريفك لينا، وبنشكر المهندس طارق على اهتمامه بينا وعلى ان هو اتاح لنا الفرصه ونقف قدام فخامه الرئيس ونعرض تجربتنا. شكرا جزيلا. الإقليمي لشركة تمبل جي الشرق الأوسط. احنا السنة دي إن شاء الله بنحتفل ب 85 سنة باستثمارات في مصر. طبعا لما شركات البترول بتاعتنا يعني ذراع تنفيذي لشركات اني وبي بي وشركات شكرا. البحر الاحمر كان شريف المهندس شريف المدير يعني شريف ايوب مدير عام تمبر جي يا فندم. احنا بس ثاني برضو ابتدينا نمسح السايز من البحر الاحمر ثلاثي الابعاد ان شاء الله يخلص في شهر مارس، وبعد كده تحليل بيانات على اخر السنه ويبتدي جاهز المزايده بتاعه الوزاره ان شاء الله. استثمارات كليه 150 مليون دولار ما بين خليج السويس وما بين البحر الاحمر ان شاء الله على اخر السنه نخلصه ويبقى جاهز للحفر ان شاء الله. شكرا. اتشرفنا بمشاركتك. حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي من السادة وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط. هنوع حياتك في التكنولوجي جديدة تستعملها مادونا أسبوعنا واعدين عندنا في الشركة منها هتشرح حياتك يعني سريعا كده. أهلا وسهلا بحضرتك. اشتغلت على تنمية حقول غرب الدلتا، حضرتك طبعا سمعت عنها. احنا هنعرض لسيادتك تكنولوجيا أول مرة يتم تطبيقها في البحر المتوسط، وهيكون من خلال شركة بي بي. هي تكنولوجيا للمسح السيزمي من خلال قاع البحر Ocean Bottom Node، ودي باختلافها عن الطريقة التقليدية للمسح السيزمي اللي بيكون من فوق سطح البحر، بتساعدنا على أننا نحدد بشكل أدق مواصفات ومكان خزان الغاز، وبالتالي اختيار أحسن أماكن الأبار الجديدة. على سبيل المثال احنا هنطبق التكنولوجيا دي في حقل أتول في إبريل الجاي ده إن شاء الله. وزي ما ذكرت لسيادتك اللي احنا هنستخدم التكنولوجيا عشان نحدد أفضل أماكن الأبار الجديدة، فدي هتساعدنا في اللي احنا ننتج بشكل أسرع. التكنولوجيا في أتول هيتم تطبيق المسح من 900 متر وبتكلفة 50 مليون دولار. حقل أتول حاليا بينتج أكثر من 300 مليون قدم مكعب من الغاز و10,000 برميل من يوميا من المكثفات. وطبعا يعني حسب نتيجة المسح بس متوقع ان الستادي دي ساعدنا اللي احنا نزود الاحتياطي من 1-2 تريليون قدم مكعب من الغاز. شرفنا جدا جاي حضراتكم النهارده وان شاء الله خير، فنشرف يشرفنا جدا يعني زيارة حضرتك وشغالين في الـ95
يعني دلوقتي تقريبا 20% مبيعاتنا 95 شغالين في السي ان جي، شغالين تقريبا بنعمل 50 محطه شغالين واجدني يعني ان شاء الله يبقى 120 سنه كمان. واحنا داعمين تماما يعني. ربنا يخليك يا فندم، واحنا حاسين بالدعم ده جدا يعني، وبشكر حضرتك جدا. سيادة الرئيس حضرتك شرفتنا، انا رئيس شركه بيكري يوز في مصر. بيكري يوز شركه عالميه وفي نفس الوقت مصريه، احنا برضو بقالنا اكتر من 100 سنه في مصر. احنا كان لينا الفخر ان احنا نشتغل في مشروع زهر، في حفر ابار زهر وتنميه البنيه التحتيه. احنا بنشتغل على برضو مع برؤيه معالي وزير البترول على برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، وفي تطور في البرنامج ده. احنا برضو شركه عندنا حلول للتحول الطاقي والطاقه النظيفه وخفض الانبعاثات الكربونيه، واحنا شغالين على مبادرات في المجال ده، وان شاء الله هنشترك السنه دي في مؤتمر المناخ شرم الشيخ كوب 27 بالتعاون مع وزاره البترول. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم بي بي، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة بي بي والتي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلاً عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف للبترول في مصر. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جون كريسمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث وإنتاج البترول. السيد الرئيس أكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر، والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم في جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط، وتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر سعياً لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن العلاقات السياسية المصرية البحرينية تعكس عمقا خاصا ينعكس بدوره على العلاقات بين الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب خلال زيارته الحالية للبحرين ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة. وخلال اللقاء أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بجهود ولي عهد البحرين النوعية والمتميزة في عدد من القضايا ذات الأهمية القصوى مثل التنمية الاقتصادية والاستثمار وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه أعرب الأمير سلمان عن بلغ تقديره لتلك الزيارة مؤكدا أن العلاقات المصرية البحرينية تتمتع بوضعية منفردة في ضوء التنسيق على كافة الأصعدة. قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا مفصلا لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021. وأكد مدبولي أن الحكومة حرصت من خلال برنامج عملها على إلاء القطاع الصحي جانبا كبيرا من الاهتمام والجهد المبذول، وتمثل ذلك في تكوين رؤية واضحة لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي بما انعكس بشكل إيجابي على تماسك المنظومة الصحية في الدولة لمواجهة الأزمة. وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون والتنسيق التام بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، موجها الشكر لجميع أعضاء السلطة التشريعية الذين يبذلون جهودا مضنية بما يحقق مصالح الوطن وأبنائه.
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة الخطوات الخاصة بإنشاء مجمعات الخدمة الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع قال رئيس مجلس الوزراء إن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ باقي مجمعات الخدمة الحكومية على مستوى الجمهورية وتوفير التمويل اللازم لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال تلك المجمعات. كما أشار مدبول خلال الاجتماع إلى أن فكرة تنفيذ مجمعات للخدمة الحكومية على مستوى الجمهورية تأتي في إطار الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتيسير على المستفيدين من هذه الخدمات. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة وكذلك ملف التصالح في مخالفات البناء. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة سعيا لتفعيلها بالصورة المرجوة وكذلك متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء خاصة بعد الخطوات التي سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء في الريف. وأضاف أن الحكومة ستعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق المنظومة بهدف إسراع الخطى في هذا الملف. تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، ونجحت الوزارة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. في إطار التصدي لجرائم إصدار وترويج العملات الافتراضية حفاظا على الاقتصاد القومي، أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن ضبط 4 أشخاص لقيامهم ببيع وترويج العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت بحجم تعاملات بلغ قرابة 5.5 مليون جنيه. كما ضبطت أحد الأشخاص بالإسكندرية يقوم بتعدين وتداول العملات الافتراضية وترويجها عبر الإنترنت من خلال صفحات إلكترونية وهمية أنشأها باسمه متخذا من شقته وكرا لممارسة هذا النشاط الإجرامي، وعثر بها على 106 أجهزة لتعدين وتخليق تلك العملات الافتراضية، وهي أجهزة محمل عليها برامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية لتداول ثمن تلك العملات. الإدارة رصدت قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لترويج وبيع الطائرات المسيرة آلياً الدرون مقابل مبلغ مالي كبير، تم استهدافه وضبطه وآخرين بالقاهرة والقليوبية وبحوزتهم 20 طائرة مسيرة لاسلكياً منها 10 طائرات بكاميرات و14 طائرة مجهزة لتركيب كاميرات وجميعها مهربة من الخارج. كما تم ضبط 2 ورشة لإصلاح تلك الطائرات وقطع غيار وأدوات الإصلاح والصيانة الخاصة بها، وتم ضبط 13 طائرة درون معدة للإصلاح. وعلى صعيد التصدي لجرائم تزوير المحررات الرسمية، رصدت الإدارة صفحة على الإنترنت لبيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المنسوبة لجهات حكومية مقابل مبالغ مالية، وأسفرت جهود الإدارة عن تحديد وضبط القائم على إدارتها بالإسكندرية. واستمرارا لنجاحات الإدارة في التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، تمكنت من ضبط 4 تشكيلات عصابية بالمنيا وقنا لقيام عناصرها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي 35 مليون جنيه. كما نجحت الإدارة في ضبط 6 تشكيلات عصابية بالجيزة وسوهاج والغربية والإسكندرية لاستيلاء عناصرها على قرابة 11 مليون جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال التجارة مقابل أرباح، إلا أنهم امتنعوا عن سداد تلك الأرباح مع رفضهم رد أصول المبالغ المستولى عليها لأصحابها. كما نجحت الإدارة وعلى صعيد مواجهتها لجرائم استغلال النفوذ في ضبط موظف بأحد المجالس المحلية بالقليوبية
استغل موقعه الوظيفي وتواطأ مع أحد الأشخاص بتمكينه من إقامة محل تجاري خاص بها على أرض ملك الدولة، وهو ما أضر بالمال العام بقيمة 2,000,000 جنيه هي قيمة الأرض والمخالفات المستحقة عليها. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. قصة السادسة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. عشية زيارته لموسكو، المستشار الألماني يحث روسيا على اغتنام عروض الحوار لوقف تصعيد الأزمة الأوكرانية. استقبل المجلس الرئاسي محمد المنفي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، وذلك لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا. استعرض اللقاء جهود البعثة الأممية لدعم العملية السياسية، وأكد الجانبان على ضرورة وأهمية التوافق بين مجلسي النواب والدولة. من جانبها أشادت المستشارة الأممية بجهود المجلس الرئاسي والخطوات المنجزة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية. كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد بيبا عن خطة تحت اسم عودة الأمانة للشعب، سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة وتعنى بانطلاق العملية الانتخابية. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء نوهت بيبا بقرار تشكيل لجنة وزارية تتولى اختيار فريق قانوني مستقل لصياغة مقترح قانون للانتخابات، وذلك لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو المقبل. أجد من المهم أن أنوه للقرار الصادر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة السيدة وزيرة العدل تتولى اختيار فريق قانوني وطني مستقل لصياغة مقترح قانون الانتخابات، وأعتقد أعلنت عليه في السابق، ضمن خطة عودة الأمانة للشعب والتي سنعلن عنها في نهاية هذا الأسبوع، وذلك لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو القادم بعون الله. إن صياغة مشروعات القوانين هو اختصاص قائم لمجلس الوزراء، مجلسكم هو مختص بتقديم وصياغة القوانين. وستتضمن خطة عودة الأمانة للشعب تفصيلا واضحا في مسار إقراره أو إقرار هذا القانون، فلن نرهن مستقبلنا مرة أخرى في من فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا الانتخابات وهم لا يعملون إلا للتمديد لأمرهم. المستشار الألماني أولاف تشولتس روسيا من كييف على اغتنام عروض الحوار الهادفة إلى وقف تصعيد الأزمة الأوكرانية. وقال تشولتس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في كييف عشية زيارته لموسكو إن النشاطات العسكرية لروسيا على الحدود الأوكرانية غير مفهومة، وأنه لا توجد أسباب معقولة لهذا الانتشار العسكري. نشعر بالقلق إزاء التعبئة العسكرية الروسية على الحدود، وما من أسباب تدفع لهذا الحشد العسكري الروسي، وأن مطالب روسيا بالضمانات الأمنية سوف يتم التطرق إليها اليوم. أود أن أوضح مجددا أن سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها هي مسألة غير قابلة للتفاوض، ونتوقع من روسيا أن تتخذ خطوات واضحة فيما يتعلق بتخفيض التصعيد. دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التراجع عن شفير الهاوية في الأزمة الأوكرانية، واعتبر جونسون في تصريحات له أن الوضع خطير جدا في ظل خطر تعرض أوكرانيا لاجتياح روسي خلال 48 ساعة مقبلة، مشيرا إلى أنه ما يزال هناك متسع من الوقت أمام الرئيس بوتين لكي يتراجع. We'll be right back.
أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن الحديث في الشأن العام الديني يتطلب بالضرورة إدراك المتحدث لمفهوم المصلحة العامة وتقدمها على المصلحة الخاصة. جاء ذلك خلال اجتماع الدورة 13 لأعمال المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامية. للحديث في الشأن العام عالما كان أو مفتيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا، لا بد أن يكون واسع الأفق ثقافيا ومعرفيا فيما يتعرض له أو يتحدث عنه، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو إعلامي لا بد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتحدث فيه أو عنه، حتى لا تصدر بعض الآراء الفردية المتسرعة في الشأن العام دون دراسة وافية أو دون دراسة أصلا بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، مما قد يسبب ضررا بالغا لوطنه ودولته وربما يشوه صورة دينه وأمته. أكد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية القس أندري زكي أهمية دفع الجهود لدعم الرؤية العميقة للتعددية وقبول الآخر والتسامح. جاء ذلك خلال استقبالي رئيس الاتحاد العربي للتطوع في مملكة البحرين حسن بن محمد بوهزاع، الذي أكد من جانبه حرص البحرين على الاهتمام بالتسامح والتعايش، كما أشاد بالجهود التي تم استعراضها بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. وفي هذا الإطار أعلن بوهزاع اتفاق البحرين ومصر على التعاون في المنتدى العربي الأفريقي المقرر إقامته في شهر مارس المقبل. لقاء النهاردة سيمتد التعاون إلى مجالات عديدة، مجالات مع الشباب، مجالات في قضايا التنمية المستدامة، مجالات في قضايا تغيير المناخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في مجالات للحوارات المحلية والدولية، والهدف منه أن إحنا مع بعضينا بندعم الرؤية العميقة للتعددية ولقبول الآخر. وأشرنا أن التسامح في معناه العميق هو أن يكون للمختلف مكانا. اليوم تشرفنا بزيارة الهيئة وطلعنا على النشاط المميز والكبير اللي يقومون فيه سواء في العمل طبعا الميداني من خلال يعني مشاركاتهم بحياة كريمة وأعمالهم في التنمية الإنسانية وتنمية المجتمعات، عمل عظيم وعمل كبير، واحنا نقدر هذه الانجازات وهذه الاعمال. واكيد هذه الاتفاقيه التعاون اللي وقعناها اليوم يعني رايح تكون فرصه لنا يعني عمل اكبر وعمل مشترك. طبعا ان شاء الله اول عمل اتفقنا على ان احنا نشارك فيه ونتعاون فيه هو الملتقى العربي الافريقي اللي طبعا رايح يقام في شهر مارس القادم. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج أن الأطفال الأيتام ليس لهم داعم سوى القائم على رعايتهم، مشيرة إلى مدى أهمية مد أواصر الشراكة للقائمين على موضوع الأسر البديلة، خاصة أن الأطفال يحتاجون إلى تنمية شاملة من جهات عديدة. جاء ذلك خلال إطلاق الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة بحضور جيرمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسف في مصر. هذا وأوضحت وزيرة التضامن أن هناك مراجعة كاملة تهدف لإيجاد إطار فني شامل واستراتيجية وطنية للرعاية البديلة، والتي تشمل خطة زمنية كاملة وإيجاد بدائل وأولويات لتحقيق المصلحة الفضلى للأبناء الأيتام. أول قواعد العمل أننا نمد أواصر الشراكة للقائمين على هذا الموضوع، كل على حسب موضوعه. إذا كنا بالفعل نريد تنمية متكاملة وشاملة للأطفال، لأن يعني بصفات إن لو الأطفال دول ليهم شق بدني ونفسي ووجداني وإلى آخره، فهم بيحتاجوا تنمية متكاملة شاملة. إحنا مش بنتكلم على 10800 طفل اللي موجودين في المؤسسات، ولا على 11600 اللي موجودين في الأسر الكافلة. إحنا بنتكلم على أيتام مصر، وأيتام مصر يبلغوا مئات الألوف. فإحنا بنتكلم على مجتمع
وعلى أطفال وعلى نشء وعلى أولاد مصر. إحنا بنقول أبناء مصر مش أبناء جهة واحدة. فإحنا من هذا المنطلق لازم نتكلم كمان، لأن إحنا بنتكلم على الأيتام من أول الرعاية الأسرية، وبنتكلم على أطفال في أسر مهددة بالتفكك وبإجراءات طلاق، وما هو مصير هؤلاء الأطفال؟ والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. يستعرضها لنا الزميل مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا لك فاطمة وشكرا لك سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال لنشرة السادسة نتابع فيها. أشار وزير الزراعة إلى أهمية إدراج المبادرات الجديدة للقطن المصري مع مبادرة حياة كريمة، وذلك لخدمة المزارعين وزيادة الإنتاجية. وخلال زيارته لمعهد بحوث القطن، وجه الوزير بأهمية توفير التقاوي الجيدة لجميع المساحات المقرر زراعتها في الموسم الجديد، وذلك قبل بداية موعد الزراعة بوقت كافٍ. كما أشاد الوزير بجهود الباحثين بالمعهد وبجودة الأصناف المصرية، وطالب بالتواصل مع القطاع الخاص لحل المشكلات وكذلك تسويق الأقطان. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب للجلسة الثالثة على التوالي، وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات بنحو 4 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 722 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بما نسبته 3% ليغلق عند مستوى 11430 نقاط. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بما نسبته 96% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة. هذا وقد هبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بما نسبته 81% ليغلق عند مستوى 2960 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و66 قرشا للشراء و15 جنيها و75 قرشا للبيع، وسجل اليورو 17 جنيها و70 قرشا للشراء و17 جنيها و82 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيه و15 قرش للشراء و21 جنيه و29 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع. وبالنسبة للريال السعودي، فقد وصلت قيمته إلى 4 جنيهات و17 قرش للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. من أسواق العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1855 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي، فسجل الذهب عيار 18695 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 811 جنيه، وذلك في حين سجل عيار 24 ما قيمته 927 جنيه. وأخيرا الجنيه الذهب والذي وصلت قيمته إلى 6488 جنيه. إلى أسواق البترول العالمية، وفيها تقلبت أسعار النفط بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 7 سنوات بفعل مخاوف من أن يؤدي هجوم روسي محتمل على أوكرانيا إلى عقوبات أمريكية وأوروبية من شأنها أن تعطل الصادرات من أحد أكبر المنتجين في العالم. أما على صعيد التداولات، فتراجع خام برنت دولارا أو ما يعادل 4% ليصل إلى 93 دولار و44 سنتا للبرميل. في المقابل، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا أو ما يعادل 1% إلى 93 دولار و11 سنتا للبرميل. أعلن بنك جي بي مورغان أنه من المرجح أن يؤدي النقص الحاد في إنتاج مجموعة أوبك بلس والمخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى استمرار في شح الإمدادات بسوق النفط العالمي، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع مجددا إلى 125 دولار للبرميل، وذلك في الربع الثاني من العام. أضاف البنك في مذكرة أنه من المنتظر أن يرتفع عجز المعروض في 2022، حيث من المستبعد عدول أوبك بلس عن زيادات الحصص المستهدفة، مما سيؤدي إلى زيادة علاوة المخاطر بأكثر من 30 دولار للبرميل
فوق أسعار النفط. في أسواق المال الخليجية اختتمت معظم أسواق الأسهم التعاملات على ارتفاع مع صعود أسعار النفط، مدعومة بتحذيرات من أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا في أي وقت، غير أن سوق دبي تراجعت وسط خسائر في القطاعين العقاري والصناعي. أما في أبوظبي فحول المؤشر اتجاهه ليرتفع بواحد واثنين من عشرة في المئة ويسجل مستوى قياسي، بينما خلف مؤشر دبي الاتجاه لينخفض بثلاثة من عشرة في المئة، وزاد المؤشر السعودي 1.5% ليسجل أفضل أداء له في نحو شهرين. كما زاد المؤشر في الكويت بنسبة 6%، بينما هبط المؤشر بالبحرين بنسبة 1%. في أسواق المال الآسيوية هبط مؤشر نيكل القياسي الياباني إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أسابيع، مدفوع بتراجع أسهم التكنولوجيا، وذلك بفعل مخاوف المستثمرين بشأن التوترات المتنامية والمحيطة بأوكرانيا وتنامي مخاطر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقد خسر المؤشر 2.23% ليسجل أكبر هبوط يومي بالنسبة المئوية منذ 27 من يناير، ومتراجعا بأقل من مستوى 27 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 31 من يناير. تراجعت الأسواق الرئيسية في أوروبا إلى أدنى مستوياتها في 20 يوما مع تصاعد المخاوف بشأن الهجوم الروسي المحتمل على أوكرانيا، وهبط مؤشر داكس القياسي في فرانكفورت بنسبة 3.4%، كما خسر مؤشر كاك الفرنسي 3.2%. وخارج منطقة اليورو انخفض المؤشر فاينانشال تايمز في لندن بنسبة 2.2%. وصلنا معكم لنهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدينا الكرام، أعود لاستكمال ما تبقى مع سحر وفطيمة. شكرا لك مصطفى. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة سهير الببلي، صاحبة الرصيد الكبير من الأعمال الفنية في الكوميديا والدراما. سهير الببلي تميزت بأداء فريد لكل شخصية قامت بأداء دورها لتترك بصمة لدى جماهيرها. بهذا الخبر انتهت نشرة السادسة، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ويؤكد سعي مصر لكي تتحول لمركز للطاقة في المنطقة. وخلال استقباله رئيسي أباتشي الأمريكية وبي بي البريطانية، الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتعزيز أنشطة الشركتين سعيا لزيادة الاستكشافات. مدبولي يقدم تقريرا للبرلمان حول برنامج الحكومة خلال ثلاث سنوات ويشيد بالتعاون والتنسيق التام بين مجلس الوزراء والبرلمان. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة. شكرا لكم وإلى اللقاء.